ثلاث انواع، انا بدي اعطي نوعين والثالث صعب شوي، بقدر احله بقدر كذا بس لبعدين. عندي الحالة الاولى سطح افقي، عندي انقطفت بزاوية كذا في نوت، وفرضا عندي تل زي هيك وخطت زي هيك. هذا الاشي اسمه y f y f، وهذا الاشي اسمه y x a x f. هاي x initial y y initial. عندي انا لازم لما احل اي سؤال مخطوفات بس لازم اعمل اقسم الشكل ل x و y، x component y component x و y. ال x شو بعمل؟ بحط في قوانين ال x v not، لو هاي ثيتا الزاوية، لو هاي الزاوية ثيتا شو بدي اقول انا؟ v not x بدي تساوي v not الاصلية كوسين ثيتا، اشي معروف، و v not y تساوي v not sin ثيتا. طيب نجي الى ايش اللي بعده؟ التسارع صفر. فلما التسارع صفر لو تطبق معادلة الحركة اللي بتحكي لك s x f تساوي x initial زائد v not t v not x t، بس مش راح يكون في عندي ايه لانه التسارع صفر. ال y f تساوي y initial زائد v not y t ناقص نص g t تربيع. طيب انا هسه صار عندي هاي المعادلات، بدي اوجد انا مثلا بطلب من x f او y f، او بيعطيني initial وبيعطيني هذول يعني مطالب. كيف بدي احل؟ بعوض بالخطوات هون، بعوض بالخطوات هون، بشوف شو النقص، يعني شو المجهول اللي هون مشان اطلعه من هون، او المجهول اللي هون اطلعه من هون، نقدر نطلعه. طيب انا عندي سطح مائل، عندي سطح مائل، السطح المائل في عندي له زاوية ثيتا، عندي هون v نوت. هسا انا نفس المبدأ باخذ الاورجن هون، هاي x وهاي y. طيب انا بدي اخذ زي ما حكينا x component، يعني انا بدي اخفف حفظ بس يعني مش راح ينفع معي كل حفظ. x component و y component، v نوت x تساوي هيو، ما هي افقية، سرعة افقية، v نوت، v نوت y تساوي 0، v x f تساوي x initial زائد v نوت t نفس المبدأ. هسا x f شو ممكن تكون؟ تكون مسافة الافقية لانه المحور افقي، شو بدها تكون؟ t كوساين ثيتا تساوي x initial هي 0 زائد v نوت t. هسا انا بهذا السؤال بكون معي d مجهول و t مجهول. طيب يعني لو هاي 0 بصير عندي t بتساوي d كوساين ثيتا على v نوت، يعني هذا رقم واحد، كل شيء معلوم ما عدا الدي ما عدا الدي بس والتي. بس بالواي عندي واي اف تساوي واي انيشيال زائد في نوت زائد ناقص نص جي تي تربيع. هذا الزمن بعوضه هون، بس واي اف انا شو بدها تكون معي؟ اذا هذا الاورجن شو المسافه اللي تحت؟ سالب دي ساين ثيتا، هاي شو بدها تكون؟ زيرو ناقص نص جي تي تربيع، سالب مع سالب بتطير، التي بعوضها هاي، بصير عندي بس دي المجهول، منطلع دي من دي منطلع تي ومن تي، الفرع الأخير بدل أقصى ارتفاع، أقصى ارتفاع عندي لها قانون، بيساوي إكس زائد واي، إكس شو معادلته؟ في نوت تي، في نوت تي، بس إيش معها؟ تان ثيتا، لأنه أقصى ارتفاع بدي أنا شو اسمه اللي هي دي، لو قسمنا دي هون ودي هون بتطلع معي سالب تان ثيتا. ايش بضل عندي؟ الحركة على واي ناقص نص جي تي تربيع. طيب انا هاي المعادلة بدي اتش، فيها مشكلة انه الزمن مش معي، عندي مشكلة الزمن مش موجود واتش مش موجود، وين اجيبه؟ بقدر اجيبه من هون؟ لا، لازم اجيب زمن التحليق، زمن اقصى ارتفاع، هي لما السرعة صفر، لما ايش؟ المشتقة صفر، لانه طالب ماكسيمم اتش، ماكسيمم اتش دي اتش على دي تي بتساوي زيرو، بتساوي v نوت تان ثيتا ناقص جي تي بتساوي صفر، بتطلع تي معي، بتطلع معي زمن اقصى ارتفاع، وين بروح فيه؟ بعوضه ب اتش. خلص السؤال، هاي مطالب السطح المائل، مستحيل يجيب مطلب ثالث. اذا جاب مطلب ثالث ممكن يحكي لي مش هيك، ممكن يحكي لي اذا كان مشت مثلا من هون v نوت، وعندي هون الارتفاع الانيشيال مسمى اتش، بس مش اتش نفس هاي، شو بده يطلب؟ بطلب مني دي، بطلب مني تي، نفس المبدأ. بس شو الاختلاف بهذا السؤال؟ انه المرجع عادي بخليه نفس هاي النقطة، ولما اعوض واي انيشال بعوضها اتش، بس بكون معطيني الواي فاينل، الواي فاينل راح تكون هي السالب دي ساين ثيتا بالتخبيص،
راح ينحل السؤال، يعني في سؤال بروم زي هيك راح تشوفه هاي.